مؤسسة بتلفزة الإلكترونية شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم رمضاني سحور مع أولاد الشعب. اليوم سحورنا إن شاء الله عند أسرة اللي كتسكن في عشة. كيفاش كتسكن في عشة؟ يعني ما عندهمش حيط، كاين حيط واحد وداير غير البلاستيك والبطانيات، وحتى السقف إلى الكاميرا مازال غتبين لكم السقف غير بالخشب وحصيرة والبلاستيك. يعني ما كاين حتى شي حاجه. والسيد يعني في عمره 60 سنه كيبيع غير النعناع، وكنعرفوا مع هذه الظرفيه شويه صعب عليه الحال. ما عندهمش الماء نهائيا، كيمشيو كانوا كيجيبوه من الجامع ياك سيدي، كانوا كيجيبوه من المسجد، ودابا مع المساجد اغلقت لان الظرفيه تحتم ذلك، فبالتالي مره كيجيبوه من العمارات اللي قبالتهم، شي كيعطيهم الماء شي ما كيعطيهمش، يعني العيشه عندهم صعيبه بزاف. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاله بخير. جينا عندك اليوم ان شاء الله نسمعوا المشكل اللي عندك، تشاركنا شويه الحياه ديالك وكيفاش كدوز عندك. تفضل. يعني قلت لنا انت كتبيع النعناع ياك. والله والله اختي احنا حاله مجريه، كنبيع نعناعات ومع الظروف دابا الوقت صعابات، تصور ديك 400 ولا 500 ريال ما كدير لك والو. باش هاد البنينات جبتهم لينا الله يجازيكم بخير، ما عمرني كلته انا في رمضان هذا هو التفاح ولا شي اللي داير، وكنجازي بالله مازال. علاش مازال الخير في هاد البلاد؟ عندنا بلادنا بلاد الخير، باقي الناس كيعترفوا بالناس وكيعاونوا الناس وكيديروا. حنا في هاد الحاله دابا مجريه وما كرهناش من يعاوننا، رغم السكن مشى علينا، وكنطلبوا حتى هو الله اعلم هذاك السيد حتى هو الانسان اللي شرى هاد الارض منعش العقاري، منعش العقاري حتى هو يدير معنا حل ما يخليناش في هاد الحاله. ورحنا الانسان راه يعيش ولكن يطلب يحن فينا بالقلب ديالو، يحن فينا يشوف الحاله ديالنا ويحن فينا. واخا شنو المشكل اللي عندك في هاد الساكن؟ علاش انت ساكن دابا في عشا؟ واش ما عندكش استفاده؟ واش ما شنو المشكل؟ لا اختي انا شاري في 2007 شريت السكينه ديالي، ما بالك في 2013 2014 كيقول لك اودي ما كتستافد والو، ما كتستحق حتى شي حاجه، غتخوي الارض وعشاري بالوراق بكل شيء. ما كاينش وراق عندنا. صاحب جلاله، صاحب جلاله في البرارك كيعطيهم الاسر اللي ما عندهمش مهمشه كيعطيهم السكن. احنا ما عرفناش كيفاش تتقصينا، دخلنا المحكمه علاش دون سند، ما عندناش اوراق ما عندنا حتى شي حاجه. وحنا دابا كنستعطفوا ليه، رغم هكا كنستعطفوا باش يدير معنا حل يبرك معنا الطاوله. هذا السيد اللي شرى هذه الارض، هذا يدير معنا حل. والسلطات المحليه راه دازوا اربعه القيادين اللي كنعرفوهم هنا، دازوا اربعه القيادين والخامس معنا، ونهار بغير يجيب لينا خذ الوريقات. راه حاليا عندنا هنايا وجا جابوا لنا شي اعانه شويه البركه، جاب لنا هذا القيد، هذا القيد الله يجازيه بخير، جاب لنا القفه، باقي ما اعترف بنا. اما الاخر خذ الوريقات وقال لك بقاو كتسناو، وحنا كنتسناو دابا ثلاثه سنين ونص اللي كنتسناو. وساكنين في هذا العشاء، هاتي كتشوفي الوخوش، وهاد الحاله هاي البخوش الوليدات. لا اله الا الله، انا ديتهم مع ادختهم في هاد الحجر الصحي، خفت عليهم. ديتهم وليدات ما كان ادختهم، ما شاء الله ما شاء الله، يعني بحال ساكن صغيره في الزنقه. ما شاء الله كنحمد الله ونشكروا. علاش ما كرهنا السيد؟ عندي الدريه مريضه ضرينا ركابي، ما كتنوضش هي حتى هي. هاي والله الا عيشه والله الا عيشه بالله، راه ما كاينش والو. وحنا في واحد الحاله ما نقولش لك على حالتنا كيفاش كنعيشوا. جا البرد فينا، جا الصهد فينا، حنا عايشين البخوش، العذاب الكحل، الماء ما كاينش. الماء كنديروا مع الماء، العذاب في الماء، ما صايبينش الماء. الماء كنطلبوا غير كنمشيو غير لهاد البرطمات كيعطيونا، مره يعطيونا مره ما كيعطيوناش، مره كيقول لك حتى هما كيجيهم غالي. واخا الجامع، الجامع كنا نسقيو عام الجامع، جامع حتى هو مع هاد الحجر الصحي، راه سادينو. وحنا باش كيفاش غنعيشوا؟ كيفاش غنقيو روسنا؟ كيفاش غن كيقول لك لا دير المعقم، دير هادي، دير ديك. حنا كي غنديروا الامكانيات ما كاينش، هو كان داير غير كروسه. دابا حاليا حابسين، هما تلاوش كاع كان يدير الكروسه يجي في هذيك 400 هذيك 500 هذيك 600. انا كنمشي نخدم غير في الديور عند الناس، حتى حنا هذا الحجر الصحي ما تلاخل ما تليش كنخدم. سمعتي الله اللي مطالع بينا. عندي الوليدات راه صغار، راني حطيتهم غير عاد خاتهم في ضرب وعزه
فين حطيتهم وخليتهم، خفت عليهم بزاف. مازال انا راني صابره والولاد ما ديك عندي واحده اخرى كتعود تحك، كيعود الحما فيه الحبوب وحالته حاله ما نقولش. واخا انا السيد قولي علاش رجعت، لان كان كيبكي قولي. كاين كيبكي شحال من اللي درنا روبورتاج. والله الا فرحت والله الا فرحت ملي جيتو، والله الا فرحت انا ملي جيتو عندي يعني فرحت بزاف. علاش الانسان كيوصل الميساج للاخرين باش يشوفوا كاينين، الا بخلوا علينا شي حوايج شي ناس، راه كاينين ناس محسنين بزاف اللي كيز اطفال الانسان، راه بزاف اختي. كاين مازال بلادنا بلاد الخير، كنقولها ونعاودها، بلادنا فيها الخير كثير، وصاحب الجلاله حتى هو الله ينصره والله يعيده، وكنطلبوا ليه المزيد وابتعاد هاد البلاء يبعد منا باش رجع الامه كما كانت ونرجعوا في استقرار. واخا حنا في هاد الظرفيه قصح عليك الحال بزاف بزاف اختي بزاف. ما لا اله الا الله، ما نصبر مرة لو بناكل حاجه ما ناكلوهاش. هادشي ما عمرني شتا التفاح ولا البنان ولا شي حاجه كوي. خبيز واتاي ولا جاب الله شي تميرات يا قوري، وهادشي اللي كاين هو ما شاء الله الحمد لله. ولكن الحمد لله الانسان ما غادي. واخا قبل قول لي الرقم ديالك، الرقم ديالي 06 05 79 31 99. الرقم 06 05 79 31 99. هذا هو رقم ديالو. غير نبغي نقول للمشاهدين الكرام، خاصة الناس ديال الجالية اللي كيتصلوا عبر تطبيق الواتساب، السيد ما عندوش، عنده غير هاد بورتابل. يعني كنتمنى من الناس ديال الجالية، واخا شوية غالي عليهم الحالة، كانوا غيعاونوا هاد السيد، يتصلوا بمكالمة أو ميساج عادي. يعني بزاف ديال الناس ديال الجالية كيتصلوا عبر تطبيق الواتساب. كنتمنى من المحسنين يعاونوك. واخا سيدي، وانت شحال ديال الوليدات عندكم دابا؟ عندي بالسلامة 7 نفوس. ما شاء الله الله يخليهم. عندي 7 نفوس. كاين اللي دابا عندي انا 3 هما محرومين حتى من القراية، ما كاين تليفون، ما كاين والو. عندي دابا الدراسة عن بعد، ما عندهمش بوكو، ما عنديش والو، ما عندناش، عندنا الله تعالى. كنتمنى ليهم الا كانوا امتحانات. ما كرهتش ليهم، لا ما كرهتش ليهم، نقسم لك يمينا ما كرهت ليهم. راهم طالعين هما 3، واحد بكر وليا، واحد في الثامنة، والدري اللي صغر منها جوجات كيقراو في وحده في السادس وحده في ما عندناش. عندنا الله تعالى ونعم الوكيل. كنتمنى الله تعالى الناس المحسنين يشوفوا فينا. ولا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. نطلبوا الاخوان كاع اللي كيشوف فينا يحن عنا بقلب ديالو. هادشي اللي كنقول انا، مادام باقي الخير في الارض، في هذه الارض مازال كاين الخير بزاف، الحمد لله ونشكره. مادام الانسان كيسول على بنادم وكيستعطف مع الانسان، راه الحياه هي هذه، راه ما دايماش الانسان، راه كيبني له، راه ما هذه راه ما دايماش بنادم، راه غادي يمشي. ولكن اللي دار شي حاجه غيلقاها ليه. واخا شكرا لكم، وجينا عندكم اليوم في صفه مع ولاد الشعب، يعني نتقاسموا معكم هذه البركه. جميع نتصحروا مجموعين باذن الله تعالى. ونتمنى من المشاهدين الكرام ان النداء ديال اسمك الله عبد الطيب يوصل، وخاصه ان عنده بنيته في البكالوريا وواحد في الثامنه والاخر في السادس. في السادس يعني في يعني بالنسبه للبكالوريا والسادس ضروري خصهم بورتابل الثامن كذلك. وانهم ما كيقراوش لان دابا حاليا كاينه الدراسه عن بعد، ما عندهمش هواتف نقاله باش انهم ممكن يتابعوا الدراسه ديالهم. وكنعرفوا انهم يعني راه متابعين الامتحان مادام الدراسه قائمه. واخا جاوب سيدي، لا خليه يجاوب، خليه جاوب. السلام عليكم خويا، بخير لاباس عليك؟ الحمد لله الله يجزيك بخير. نعم اخويا، نعم اخويا، نعم هي مرحبا بالعالية عبد الطيب. نعم اخويا، الله يجازيك بخير اخويا، الله يجعلها في الميزان المقبول، الله يجعلها في الميزان ديالك المقبول اخويا. تتصل لي الرقم ديال لاكارت ديالك. جزاك الله بخير اخويا، الله يحفظك اخويا، الله يخليك لينا. مرحبا. شنو؟
واخا والحمد لله المحسنين على القلوب الخير يعني كديروا كيبغوش ليا الحمد لله الحمد لله كاينين انا مازال كنزكي الخير والله حتى كاين الخير نتمناو لان انا يعني هذا السيد راه ساكن في الزنقه راه كنشوفوا راه الارض السقف ممكن سفيان دير لنا سقف راه السقف راه غير حصيره ما كاينش حتى صب الشتا كامل حتى شي حاجه راه ما كاينينش الحيوطه راه ما كاين حتى شي حاجه هانتوما كتشوفوا باش حيط واحد اللي كاين هو هذا وشي الاخر كلشي راه غير حصاير ومازال غنعطيوكم واحد الصوره برا ان غير بلاستيك اللي داير به ونذكر نعاود ان عندهم ابن في البكالوريا بنت في البكالوريا والوليد في الثامنه والوليد في التاسعه ودابا كاينه الدراسه عن بعد وكنعرفوا راه غيكونوا متابعين الامتحان كنظن اكيد وما كيديروا ما كيقراوش لان ما عندهمش بورطابلات ما عندهمش كيفاش انهم يقراو وما غنقولش لك لان دوروا في راس العوان وما خصهم يقراو ضروري لان ماشي في عطله ولكن عاود وانا نقرا علاش هادشي كامل انا قريت عندي نيفو 5 اماني ديجا جاتني في القراءه النصارى واحد داك ما كانش قرايه عارف ديال السبعينيات والثمانينات راه كان شي قرايه شي قرايه والو ورغم هذاك الشيء ما كتبقى فيا الحال علاش وليداتي خصو يقراو انا ما قريتش وما وصلتش شي حوايج انا بغيت ولادي ولكن غالبا وانتم حتى المحسنين يقدروا يوفروا لهم بورطابلات ما حنا ماشي كنطلبوا انتم بورطابلات غاليين غير يكون فيسبوك الواتساب باش يقراو بغيتهم انا يقراو وما باغيين حتى حاجه ان شاء الله باذن الله تعالى السيده كانت كتخدم يعني في في في, في الديور دابا واقفه الخدمه لان حفاظا ليك وحفاظا للناس لا انت تشدي العدوى لا انت تدي العدوى نتمنوا حتى واحد ما يكون مصاب الحمد لله السيد كيبيع النعناع كنعرفوا دابا هذا الوقت صعيب وهذا شويه يعني كيكون شويه قليل ذاك الرباح مشاهدينا راه شو الحاله على عينيكم شو الظروف اللي كتعيش هذه الاسره شو المكان اللي كتسكن فيه هذه الاسره ما عندهمش الماء نهائيا يعني كيطلبوا غير من عند العمارات اللي حداهم فكنتمنى وكنتمناو ان المحسنين ان شاء الله باذن الله تعالى يعاونوهم ما بقى لي الا نودعكم دمتم في امان الله الى اللقاء شكرا لك مرحبا بوالدي.